نزلت اشتريت شوية حاجات، فقلت اصور لكم الحاجات اللي انا بحبها وتعتبر بديل ارخص. اول حاجة كانت ميك اب فيكسر من اسنس، بديل لأوفرا ونفس الكواليتي بالظبط. واللبستيك دول صدموني قد ايه بيرطبوا الشفايف مع انهم مطفيين وسعرهم كويس جدا. بحب قوي بلاشرات فلورمر فاشتريت واحد. دايما بكلمكم عن لوس باودر الشفافة، دي بقى صدمتني، بديل ارخص لميك اب فوريفر ونفس الكواليتي. طبعا فاونديشن فيت مي غني عن التعريف، انه سعره كويس وكمان تقدروا تستخدموه كيومي او كالمناسبات. كمان الكونسيلر من فيت مي توب 1 بالنسبة لي للاستخدام اليومي. الدرجتين دول واحدة للتصحيح وواحدة للتنوير. اشتريت برايمر من اسنس، حلو قوي وناعم على البشرة. والليبستيك ده بديل لأوفرا واحلى كمان من أوفرا لانه فيه ترطيب عالي. دي ممكن ارخص اي شادو باليت اشتريتها وانصدمت بصراحة من الكواليتي بتاعها. قريب هصور لكم توتوريال وانا بستخدمه.